مرحبا مواليد برج الأسد، معكم كارمن شماس. اليوم بدي أحكي عن الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر تشرين الثاني، من الاثنين 25 نوفمبر تشرين الثاني حتى الأحد 1 ديسمبر كانون الأول. بهيدا الأسبوع في عنا خبر كتير حلو لإلكم، وهو القمر الجديد ببرج القوس الناري الصديق لإلكم، يلي رح يحملكم أو رح يفتح قدامكم أبواب مهمة جدا. كيف بدكم تودعوا شهر نوفمبر تشرين الثاني؟ بشكل عام واضح انه بتقدروا تودعوا شهر نوفمبر تشرين الثاني بالانتقال من مسألة شخصية بالعمل عليها، بالتقدم نحو مسألة يمكن تكون تحلوها، المسألة اللي انتو واصلين لها لها الأسبوع مزعجة تقيلة شغلتكم بالكم. واضح انه هذا الاسبوع رح يحملكم حلول، رح يحملكم تسويات، ورح بتكونوا مرتاحين كتير، وعلى الارجح رح تنهوا شهر نوفمبر وانتم مبسوطين جدا. منبلش مع يوم الاثنين 25 نوفمبر، القمر ببرج العقرب، موجود ببرج العقرب من يوم الاحد 24، وبالتالي واضح انه مولود برج الاسد مش انه مكركب، لكن في عنده بعض القصص والحكايات الشخصيه العائليه المنزليه، يمكن عم بتسافر، يمكن عم تنقل مكان الى اخر، عم بتغير جو، عندك قصص مع الاولاد مع العيال عم تجرب تحلها مع شريكك بالحياه، ففي بعض القلق، لكن ما تعلق كتير أهمية عليها، وحاول ما تضخم الأمور، لأنه الثلاثة الأربعة والخميس وحتى وتحت تأثير القمر الجديد من برج القوس هنالك انفراج رائع، انفراجات، تقدم، راحة، نجاحات، هنالك تفوق حتى عند بعض مواليد برج الأسد. هالقمر الجديد اللي عم بيخلق يوم الثلاثة الساعة صباحا، عم بيخلق الساعة، خليني اقول لكم اي ساعة عم بيخلق القمر الجديد. القمر الجديد عم بيخلق الساعة 3:07 دقائق توقيت غرينتش، يعني الساعة 5:07 دقائق توقيت بيروت. المهم عم بيخلق باب جديد للتوافق، للانسجام، للنجاح، للارتباط، لحل الامور، وعندكم اخبار سارة جدا، و نسبة نجاحكم ممتازة، مش انه جيدة او جيدة جدا، بل ممتازة. وفيكم تتوقعوا اخبار سارة جدا بفترة التنين التلاتة والاربعة، عفوا التلاتة الاربعة والخميس حتى الساعة 2:15 بعد ظهر توقيت بيروت الشتوي. هاي هي اجمل فترة، اقوى فترة، الاكثر حظا، ويمكن تكون فعلا الاكثر حظا بكل شهر نوفمبر تشرين الثاني. يلي ما لحقتوا تشتغلوه وتنجحوا فيه خلال شهر نوفمبر، عندكم هاي الفترة يلي بتخليكم تتفوقوا وتتقدموا بقوة، وهيك تقدروا تنهوا شهر نوفمبر. بينتقل القمر اذا بعدين الساعة 2:15 لبرج الجدي يوم الخميس، بيستمر يوم الجمعة وكل يوم السبت تحديدا حتى الساعة 10:15 المساء يوم السبت. بتكون الفترة للشغل، لترتيب أمور، لإعادة نظر ببعض القصص، لتنظيم روتين معين، لإعادة تقييم مسائل، بما أنه أنتوا بسطتوا وارتحتوا تحت تأثير القمر الجديد ببرج القوس صار عندكم مجال لتشوفوا الأمور من منظار موضوعي أكثر. المهم بدكم تنتبهوا لما القمر بيوصل لبرج الدلو الساعة 10:15 يوم السبت، ليلة السبت، بدكم تكونوا منتبهين من انفعال، من ضغوط تستمر معكم يوم الأحد يلي هو 1 ديسمبر كانون الأول. حاولوا أنكم ما تبلشوا شهر كانون الأول بمشكل أو بخلاف، طولوا بالكم، لأنه أصلا هلأ عم لكم شهر ديسمبر مفروض يكون شهر جيد لألكم. مثل ما شايفين أسبوع كتير حلو بتنحل فيه الأمور، وفي سربرايزز، مفاجآت سارة. كلكم محظوظين، كلكم بشكل خاص 22 آب أغسطس. بتمنى لكم أسبوع كتير حلو. إلى اللقاء، باي باي.